بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه الكرام المكرمين والمساكين الشرفة. وبعد هنتكلم بقى المرة دي مشيت الله عن القصة بتاعت ديفايس مانجمنت، ازاي اقدر اتحكم في ديفايس الموبايل ديفايس، يعني خصوصا اللي هيكونكت عندي على الانفيرومنت بتاعتي. تمام، هننزل بعد كده ان شاء الله في حته كده سنتكلم، احنا هنتكلم عن السكيورتي الجزئيه بتاعت الاوتلوك، ازاي الاوتلوك اصلا اخليه كونكت، لان جوجل عموما تعتبر الاوتلوك من النون سكيورد ابس. تمام، ده المنظر اللي قدامي في القصه بتاعت الموبايل او الديفايس عموما. الحاجتين دول ديمد عشان هو مش افيلابل في ال البلان اللي معايا، البلان اللي معايا بيزك، هو في الغالب available في الانتربرايز والبيزنس. تمام، خلينا نبص في القصه بتاعت الموبايل هنا، نمشي على الحاجات دي واحده واحده. تمام، طبعا هنا مفيش موبايل ديفايسز موجوده، لو جيت فتحت كده المفروض اي موبايل ديفايس كونكتد عندي يظهر لي هنا الديفايس نيم، اسم اليوزر والميل بتاعه والاو اس بتاعه، اي او اس ولا اندرويد، سنك امتى اخر مره والاساس بتاعته. لو انا جيت هنا في القصه بتاعت الموبايل، تعال نشوف السيت اب بتاعه مش ازاي. بس انا اقول له السيت اب بتاع السيت اب بتاع الموبايل، اول حاجه الموبايل مانجمنت، يقول لك كيب الموبايل الديفايس بتاعتك اندر كنترول، ادي الموبايل مانجمنت. ولكن من هنا بقول لك كيب الموبايل بتاعك ايه، واليوزر اكونت سكيور يوزنج جوجل موبايل مانجمنت، او انا باي ديفولت انيبلد. لكن هو بيقول لك اختار ليفل بتاع الموبايل مانجمنت، عندك 3 ليفلز، الافيلبل ايه، سوري البيزك ده بيكون فيه افيلبل انك تعمل ايه، انك تعمل لوك سكرين بوليسي، وانك تمسح الاكونت، انك توايب الاكونت. يعني مثلا اليوزر كلمك قال لك ايه، الموبايل بتاع السرق، فانت دلوقتي الداتا بتاعت الشركه الايميلات يعني على الموبايل بتاعه، فانت ممكن ايه توايب الداتا دي تمسحها، ونشوف ازاي. الادفانسد افيلبل من الاوبشن ده ايه، من موبايل مانجمنت، انك تمانج البيزنس ابس اللي نازله عنده، بيرسونال يوز اند الموبايل انسايتس، هنشوف دي في الريبورتس، وول فيتشرز افيلبل مع في البيزك، يعني تقدر تعمل برضه لوك سكرين والاكونت تايب. تمام، خلينا في الادفانسد، يعني على فكره انا المغيره يعني ما كانش ادفانسد، او كنت عملتها سيف. تمام، هطلع اي او اس هنبص عليه واحنا بنعمل ايه، الابل بوش سيرتيفيكت، عشان نقدر نماج الموبايل ديفايس بتاعت الاي او اس. تمام، ديفايس ابروفل، ممكن الناس في العادي خليهم يعرفوا يعملوا كونكت يوزنج، مش خليهم يعرفوا، يعني هو العادي انه يعرف يعمل كونكت يوزنج الويب او الاوتلوك. تمام، بالنسبه للموبايل انا ممكن ريستريكت الموضوع شويه، اقول ريكواير الادمن ابروفل، يعني اي حد يحاول يكونكت بالموبايل لازم يتبعت ابروفل للادمن. مين الادمن؟ اقول له بعت مثلا لاحمد ده، ابعت له ميل. تمام، سند ابروفل ريكويست ايميلز تو فلان. تمام، طيب بقول لك ممكن تاخد 24 ساعة، إن شاء الله مش تاخد كل الوقت ده يعني. قول له سيف. Company owned devices، ال company owned devices دي devices بالكامل كل حاجة فيها under my control. تمام، هنشوف في ويندو تانية ازاي نضيفها، لأن هعملها upload المفروض يعني باستخدام CSV file. قبل ما ده بس يسيء خلاص. Company owned devices المفروض أنا هحاول أجي ألوجن بالأخ ده بأي اكونت بالاوتلوك، فهو ايه يبعت نوتيفيكيشن او يعني ميل لاحمد. فنيجي هنا company owned devices بيقول لي send monthly reports، كل شهر يبعت ريبورت في ال inactive company owned devices للسوبر ادمنستريتور. السوبر ادمنستريتور زي ما احنا شفنا قبل كده احمد كان واحد منهم، عمل كان سوبر ادمنستريتور، احنا لو شفنا الحته بتاعت الادمن رولز ممكن يضيف ايه
another recipient. احنا نشوف منين نضيف ال component devices، مش من هنا. تمام، انت بس بتشوف من هنا انت هتبعت reports هنا ولا لا. sync on while بيقول لي اندرويد سينك allow work data to sync in on اندرويد ديفايس. انت ممكن تلغي دي او تلغي الاي اس او تلغي لو انت هتكونكت اكتف سينك تلغي ان الداتا بتاعت الشغل يحصلها ايه، يحصلها سينك، يجوز ما يقدرش يسينك الميل بتاعه. تمام، ان بوينت سينك اوكي، كم الصراحه بتاعت ان بوينت سينك عشان بنتست كم حاجه كده مع بعض. allow desktop reporting دي مش هنحتاجها في حاجه، خلينا في الاندرويد اب مانجمنت ازاي مانج الابس اللي عند اليوزر. انا ممكن هنا اوايت ليست برايفت اند بلاي ستور ابس، لان انا ممكن احكم اليوزر ان في ابس معينه تبقى بلاك ليست ما يقدرش يعملها ايه، ما يقدرش ينزلها. يعني مثلا يوزر عايز ينزل على الموبايل بتاعه فايبر مثلا، لو يوزر منزل الفايبر فعلا انا مش هقدر الفايبر مش هيتشال بالبورصه اللي هعملها بعد كده. لكن لو اليوزر مش منزل الفايبر وانا حاطه في البلاك ليست او مش محطوط في الوايت ليست مش هيقدر ينزل معايا. تمام، بيقولوا ده ايه بلاك ليست، خلينا نتكلم عنها بس هي مش في الويندو دي. خلينا نيجي هنا manage apps for android devices، فممكن كده اقول له وايت ليست برايفت، اقول له هعترف مش راضي. ماشي، خلينا نفتحها كده. يلا يلا يلا، المفروض هديله، ممكن اديله ليست او اديله الابس اللي انا عايز اعمل لها وايت ليست. بيقول لي allow all apps في البلاي ستور including وايت ليست apps اللي انت هتضيفها من هنا، ولا restrict الابس اللي تنزل عند اليوزر للوايت ليست اللي انت هتضيفها. بقول لك لو انت عامل وايت ليست الاب الانستول ابس زي ما احنا قلنا زي الفايبر مثلا لو نازل وونت بي ريموف. تمام، انما هتمنع اللي ها لسه ينستول ان هو ينستول. اقول له مانج وايت ليست، اقول له سيف الاول الكلام ده، اقول له مانج وايت ليست ابس. يلا خلصنا، اول ما ده يخلص خلينا نيجي هنا ونشوف الحته بتاعت ايه. انا عايز اقول له جيت ستارتد والوجن مثلا بمين اي اكس 1 اي اكس 1 كونتينيو كونكت اي اكس 1 يو نيد تو انستول كومباتبل براوزر. طيب خلينا نقفل ده ونكونكت باستخدام الجيميل. هي كمان بس الحته بتاعت الوايت ليست ابس عشان اشوف الحته بتاعت النوتيفيكيشن بتاعت الابروفل والحته بتاعت الابس برضه بالمره. اقول له مانج دي الابس اللي هي ايه مفتوحه لكل الناس، او الوايت ليست دي دي الوايت ليست ابس كلها بتاع جوجل. تمام، انت عايز بقى تقسم بقى بالاو يو ولا بالجروب، يعني ممكن تيجي على سبيسيفيك او يو وترستريكت على الناس اللي فيها حاجات معينه. تمام، بس احنا خلينا في كل الابلكيشنز. انا ممكن هنا اقول له ايه اد ابلكيشن، واضيف اي ابلكيشن انا عايزه من البلاي ستور. تمام، انا بقول له ريستريكت، هو اختار اي حاجه انت عايزها يعني. وممكن اقوم اجي اقول له ايه ارجع كمان دلوقتي ليستد شكرا، اقوم جاي هنا اقول له ايه سيف على انك ايه تريستريكت الناس اللي هتستخدم اونلي وايت ليستد ابس. اي اب غير كده هم ال 11 اللي كانوا مرصوصين دول ما تستخدموش، او ما تسمحش اليوزر ان هو يعمل له ايه يعمل له انستول. تمام، لا ام سوري ريستريكت عادي بتاخد شويه وقت ريستريكت. تمام، طيب لو جيت هنا على الموبايل بتاعي، ده الموبايل بتاعنا موصله برنامج اسمه اي باور ميرور،
انتجت هنا على الجيميل. انا عايز مثلا ايه اضيف اكونت. احنا شفنا الحته بتاعت الابروفل ان هو ايه ممنوع يوزر يلوجن الا لما يبعت ابروفل ليه احمد. اقول له الاكونت بتاع جوجل هلوجن بي اكس 1. يلا يلا يلا، بس حاجه قديمه كده. مش غربة يعني. يلا هنخش بي اكس 1. المفروض يبعت للراجل ده يستأذنه ان هو يلوجن. ادي الميل، اقول له اي اكس 1 ات مستر رزق دوت تي كي نكست، واكتب له الباسورد بتاعته. ادي الباسورد بتاعته، اقول له ايه نكست. المفروض يجيب له هات الابروفل، ربكم سمعت. يلا يلا يلا. هو هنا بيقول لي ان الاكونت ده عايز موبايل ديفايس مانجمنت، لازم تنستول الجوجل ابس ديفايس بوليسي عشان ايه الاكونت ده يكمل. انت ممكن تعملها سكيب، وعلى فكره احنا كمان شويه هنشوف ده اوبشنال. هنا اوبشنال تعتبره انستول او سكيب، بعد كده ممكن افرض على اليوزر ان هو لازم ينستول دي. تمام، بس هل ده يمنعني ان انا لو الموبايل ده حصل فيه اي حاجه ان انا اوايب الداتا اللي عليه؟ لا، انا اقول له انستول داونلود الاب، خلص بس داونلود ونرجع نكمل. اه خلص بسرعه يعني، مش هيطول. عايز تنستول ده، مش عايز اي اكسس، قول له ماشي انستول. والحته بتاعت الاكسس بتاعت البرميشنز دي احنا هنشوف بعد كده ازاي نتحكم فيها، يعني ازاي خلي اليوزر يعدي على طول الحته بتاعت الاكسس دي. هو بس بقول له مثلا ايه جوجل مابس مثلا عايز اكسس اللوكيشن اكسس واكسس واكسس. تمام، انا ممكن في الحاله دي اخلي اليوزر ايه ما يتسيرش اكسس على طول، او يرستريكت على طول، او اخلي اليوزر هو اكسس او يديكلاين. هنشوفها دي كمان شويه. وخلاص بيقول الابلكيشن اتسطب، والابلكيشن ده بس هيسمح للادمنستريتور هو ينفورس عليك ايه شويه بوكسز. تمام، زي ما قلنا شويه كده، ونشوف ازاي نعمل الحته دي انفورس ان هو يسطب اصلا السوفت وير ده. تمام، نكست. هات الاو ديفايس بوليسي ميك انفور، ماشي الاو ريجسترنج. المفروض بقى يبعت للراجل اي حاجه بقى، عيب كده. وان بليس حتى بتاع الورك بروفايل برضو هنشوفها. خليها موجوده. نكست، كريت بروفايل، مش عارف ايه، اكسبت اند كونتينيو. حتى بتاع الورك بروفايل برضو هنشوفها برضو. يوزر برضو رول ابيلتي، يعني اقدر انفورسها عليه او اخليها اوبشنال. اه كده الحمد لله تمام. طب واللي بقى ايه اكس 1 كده ضم your device is pending approval by your domain administrators. تمام، طيب هي هنا device management هي دي. المفروض في مكان تاني بتظهر فيه الحته بتاعت ال device management دي. لو جيت بس هنا تاني سريعا كده عشان احنا مش يعني مش هنطول فيها. device approvals يعني في غالب الموبايل المفروض يبقى هنا كمان في device approvals هنا. يعني اتبعت لي بايميل اهو اهو بيندنج ابروف، يعني اتبعت لي بيه نوتيفيكيشن. واجي هنا برضو واقول له ايه ده، ممكن اغير ده اعمل له ابروف. اجي هنا واقول له بلوك، او اجي هنا ابروف ديفايسز. تمام، ابروف ديفايس ده طبعا كل حاجه عنه موجوده. ابروف ديفايس، اجي هنا كده ايه المفروض الراجل ده دلوقتي لو جيت اقول له سينك او خيرا. نيجي هنا حتى شوية، اجي قال لي ايه ديفايس ابروفد تاتش كده.
دي تاني device approved. نجيب دي. يلا المفروض دلوقتي ايه، اقدر بقى اسينك واعمل كل حاجه، الحاجه بقت اكتف يعني. تمام حلو، هاجي انا اعمل له سينك، سينك ناو، يقوم جايب الايميلات بتاعته الرهيبه. تمام طيب، فين تاني اقدر اشوف التليفون ده؟ ممكن اجي هنا في ال devices، انا اسيب بقى سينك مع نفسه لما يقوم براحته. ال manage white listed apps، ما يخلص بس سينك هنرجع تاني نحاول نسطب اب من اللي مش موجودين في ال white listed apps. تعالى نرجع تاني هنا كده اوريكم الموبايل بيظهر فين تاني. الجي اي اللي احنا شفناه في الاول هنا، المفروض الاقي الموبايل هنا في الموبايل ديفايسز اهي، اهو واحد مش اللي هو هيجيب له كل حاجه عنده بقى، اهو ابروفد، ده انا عامل ايه مانج الابروفد، ده فلان دخل بدل الموبايل بتاعي. ممكن تفتح كده شوف بقى عنه كل حاجه، الداتا بتاعته تمام، نوع الموبايل والسيريال نمبر وتبلوك وتايميل وتبعت ميل لليوزر وامور. هنا في وايب الاكونت، هتمسح الداتا مش اللي في ال مش اللي هنا يعني، ما تمسحش الداتا اللي هنا، لا الداتا تفضل زي ما هي، انظر الموبايل نفسه ده بقى عشان الموبايل نفسه لو اتسرق يعني تقدر ايه تمسح كل الداتا اللي عليه. تمام ديليت الديفايس، انت هتديليته من الكونسول ده، ما تقدرش تعمل له مانجمنت. تمام طيب، يعني ممكن تعمل له وايب ويفضل ظاهر قدامك هنا، دي هنرجع لها تاني بس مش دلوقتي. فنرجع هنا نبص تاني شوف هو خلص سينك ولا لا، لسه بيسينك. طيب انا هستنى ما يخلص سينك ونرجع تاني نحاول نسطب ابلكيشن مش في الوايرلس لابس. ادي الاكونت بتاعي اهو، وادي الديفايس ابروفل اللي اترد عليه ده اكس 1 على فكره، ده ايه اكس 1 قال لي انت ايه يور موبايل ديفايس ريكوست از كرنتلي بيندنج ادمن ابروف، وخلاص ايه ابروف. تمام ده انا فتحت ايه الميل. تمام طيب حلو، انا هقوم جاي بقى هنا و هي كده، واحاول من عندي هنا انزل برنامج مش موجود في الوايت ليست ابس. نيجي هنا على البلاي ستور، بلاي ستور هنا، يلا يلا ها. طيب احنا شفنا مع بعض الحته بتاعت الابروفل، لو ده البلاي ستور اللي بينزل فيه الوايت ليست ابس، يعني لو قلت ده هو ده يعني مش ده، ده وايت ليست ابس. لو انت جيت تفتحها كده اول ما هتلاقي فيها الابس اللي احنا كنا عاملينهم ايه وايت ليستنج بتوع جوجل. لو اي يوزر انت شلته عملت وايب الاكونت بتاعه وشلته خالص او شال الاكونت، طبعا كل الابس دي هتتشال. تمام طبعا الابس بتاعت اليوزر، لو حصل الاكونت الموبايل اتسال انت ممكن ايه توابي الحياه، توابي الحياه دي كلها. فدي الوايت ليست ابس اللي بتنزل هنا مع اليوزر. تمام طيب خلينا نشوف السيستم ابس على الاندرويد. شوف السيستم ابس على الاندرويد، الحته بتاعت السيستم ابس اللي هي الابلكيشنز اللي بتنزل مع الموبايل نفسه، يعني مثلا ال جوجل كروم بيعتبروه سيستم اب، اليوتيوب والحاجات اللي بتنزل في الباكج بتاعت جوجل دي كل دي سيستم ابس. فانت ممكن في المانجد او سوري الاوند ديفايسز، اوند اندرويد ديفايسز بتاعت الاورجنايزيشن اللي هنشوفها شويه كده، ممكن تديسيبل كل سيستم ابس دي او تقلاو كل السيستم ابس. تمام انا عن نفسي يعني عن نفسي يعني مش بحب اللعب كتير في الحته بتاعت الموبايل لانها تعمل مشاكل. اكتر حاجه الناس تستخدمها الحته بتاعت الايه الابروفل، الحته التانية بتاعت الوايبنج. انت تيجي هنا على الديفايس، على الموبايل، على الموبايل ديفايس بتاعك وتقول له ايه وايب الاكونت، يقوم مسح لك كل الداتا اللي عليه. تمام دي الجزئيتين دول، تعال نكمل عشان لسه هنخش في تفاصيل كتير يعني. طب تعالى نفتحها من تاني من هنا الهوم. طيب احنا كنا احنا شفنا الحته بتاعت الوايت ليست دي،
انا اشوف الحته بتاعتي الورك بروفايل، وانا بكونفيجر الاكونت هيطلب من اليوزر ان هو يعمل ايه ورك بروفايل. وقلنا ازاي احنا ايه هنخليها اوبشنال او انفورسنج. اليوزر كان ممكن يقول له ايه سكيب، هي باي ديفولت ايه اوبشنال. انا ممكن انفورس اليوزر ان هو يعمل ايه ورك بروفايل ليه، بحيث ان السوفت وير اللي انا عايزها تنزل و ما يسالوش عن الورك يكاري ورك بروفايل ولا هو ينفورس ان هو ايه يكاري. تمام، دي لو عايز انفورس دي على اليوزر. هتطلعوا ورك بروفايل باسورد، بلاش يعني نكتر من الحاجات بتاعت الباسوردات المختلفه وكده، عشان في الاخر ما تنساش انت عملت ايه منين، فالدنيا تضرب معاك يعني. تمام، دي من الاخر كده باسورد الورك بروفايل لوحده. تعال نرجع كده، ممكن تعال نشوف الحته بتاعت الابل بوش سيرتيفيكتس. احنا كده في ديفايس مانجمنت. تمام، ابل بوش سيرتيفيكت، احنا نروح على السايت بتاع ابل ونجيب منه حاجه اسمها ابل اي دي، نجيب منه سيرتيفيكت وبعد كده نعمل ابلود قصه كده عشان نقدر نمانج الايه الاي او اس ديفايس. اقول له سيت اب، هو الاسم ما عنديش اي او اس ديفايس، بس هات لي نقدر نعملها تيست على الاندرويد. ده نعملها تيست. تمام، فيرست داونلود سيرتيفيكت سايننج ريكويست فروم جوجل، هو عامل لك سي اس ار سيرتيفيكت سايننج ريكويست. انزل المفروض على هيئه نوت باد كده، شو الفولدر ده ممكن افتحه بالنوت باد وبين ويزر. هيكون يعني بالمنظر ده، ده سي اس ار. تمام، هو المطلوب انا اجي هنا اقول له ايه انا خلاص عملت داونلود شكرا. هقول لك ايه بقى الخطوات اللي جايه، هات كرييت ابل اي دي، افتح ده كده، هات كرييت ابل اي دي وهتعمل ساين ان على الابل بوش سيرتيفيكت بورتال بتاع شركه ابل. وبعد كده ايه هتمشي الستيب، حاجه بسيطه يعني، نعمل ريجسترنج سريع كده. انا في ماما الدنيا مصر، ادي اقول مثلا احمد مستر رزق الباسورد بتاعتي، ادي عمال الباسورد، الباسورد حقيقه كانت بي از دي جيست، كان بي از دي جيست. طيب ماشي، مش عارف ايه، مش مشكلة القصص دي كلها. تعال بقى نكتب الكلام الغريب، هاجستر وارجع تاني عشان ما اطول كده. تمام، بقولك انا بعت ميل ليك على هنا، اجي هنا جالي في الانبوكس اهو ميل من قبل، هات الاي دي بتاعي باخده كده كوبي كنترول سي كنترول سي، واجي هنا اقول له ايه كوبي ده هنا كونتينيو يور اكونت كانت بي كريتد ات ذيس تايم. ليبا سيند نيو كود، جينا نيو كود نرجستر يوس. انا خلاص كده كريت الابل اي دي. طب نشوف بقى ايه الخطوه اللي بعد كده. ساين ان ابل بوش سيرتيفيكت بورتال، انا هاخد كده اللينك ده افتحه في الاوبرا عشان الباسورد متخزن هنا. انا كل ده عشان امانج الاي او اس ان شاء الله، انه مانج اي هاف ريد يعني. الموضوع ستيب باي ستيب كده بسيط يعني. شوز بقى الفايل، مين الفايل؟ اكيد الفايل اللي هو ده سي اس ار. هو انت عايز تعمل ريكويست يعني، حد عايز تعمل سيرتيفيكت يعني. لو حد شاف الداتا اكسشينج واحنا شرحنا السيرتيفيكت يعني، هتشوف هتفهم الحته دي كويس جدا يعني. الريكويست بتاع السيرتيفيكت اوبن، اديله الريكوست فايل اللي خدته من جوجل واقول له ابلود. بعدين اقول له بقى ايه، هو اداني سيرتيفيكت من ابل، اقول له داونلود السيرتيفيكت دي لو سمحت. ادي السيرتيفيكت هي بتاعت ابل داونلودز، هي دي السيرتيفيكت اللي انا عايزها. تمام، اقوم جاي هنا اقول له انا عملت كل الكلام ده، سيلكت السيرتيفيكت فايل داونلودز، هذه الام دي ام يعني موبايل ديفايس مانجمنت
ام دي ام اختصار موبايل ديفايس مانجمنت، اللي هو نقدر مانجمنت الاي او اس ديفايسز. تمام، اقول انا خلاص سيلكت فيريفاي، اعمل لها ابلود وفيريفاي هذه السيرتيفيكت، انت كده ايه دان كونتينيو سيت اب. كل ده عشان تقدر تعمل ايه، تعمل مانجمنت الاي او اس ديفايسز. عادي التوجيه وجه براحتك. انا احنا الفيديو ده احنا طولنا فيه، هو تمام دلوقتي بقى نص ساعه. فانا بص اخر حته بس سريعا كده على دي، خلاص شكرا احنا عملناها. طب بس نرجع كده على الموبايل عشان بس نظبط احنا واقفين لحد فين، عشان هي الرغي هنا كتير يعني في الحته بتاعت الموبايل دي. انت عندك تو موبايل ديفايسز، هو بس الاكونت بتاع عشان دخلت بيه مرتين يعني من مكانين مختلفين، مش مكان من جهازين، تو ابلكيشنز مختلفين يعني، تهيسه كده حصلت معانا فعشان كده جاب الديفايس مرتين. تعالى كده بس سريعا كده الحته بتاعت السيت اب دي، احنا خلاص ماشي قبل بوش دي خلاص عملناها. لو جيت كده هنا ممكن احط هنا الابل اي دي، ولو السيرتيفيكت دي اللي هتخلص يوم 2020 مشيئة الرحمن كمان سنه بالظبط، ممكن احط هنا الابل اي دي اللي انا ايه اللي جالي على الميل. انا هو جالي على الميل ده لحظه، اجيب الابل اي دي بتاعي، اد الابل اي دي بتاعي، ممكن اسطب اعمل البتاع من هنا ايه تاني. اما سيف انا كده بقى عندي الابيليتي، احنا كده خلاص خلصنا الجزئيه دي، ديفايس ابروفرز عملناها والسينك موبايل بصنا عليها. حتى بتاعت الكومباني اون ديفايسز، حتى هنا بس بتاعت الريبورتات دي هنبص عليها تاني ونشوف ازاي نابلود الكومباني اون ديفايسز، عباره عن سي اس في هتبعت له ايه فيه كل الداتا. تمام، نجي هنا سي اس في هتابلود فيه كل الداتا بتاعت الموبايل او الديفايس اللي انت عايز تعمل له ايه يكون اون الاورجنايزيشن بتاعت. المره الجايه ان شاء الله نبدا في الحته بتاعت الباسورد سيتنجز. انا هتوقف كده يعني ان شاء الله، شوف الباسورد سيتنجز دي هتبقى عامله ازاي. وده مش ان شاء الله نشوفها اسيوم ان الاكونت ده مش لاقيينه، بص الموبايل ده يعني ضاع او حصل اي حاجه، ونشوف ازاي نواجه الاكونت ده ونديليت التليفون خالص من قدام. تمام، شكرا جزيلا، اسالك من ضوء الغيب، اتمنى الناس ان شاء الله تستفيد من الفيديوز دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.